بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم بنحل من كتاب Principles of Technical Engineering سؤال 12-1. يقول السؤال: The following data are given for direct shear test conducted on dry sand. أعطاك المعلومة الأولى أنها dry sand العينة. طيب إيش قال لك؟ dimension specimen قال أنها 63 في 63 في ارتفاع 25 كلها بالملي، وقالك ان النورمال ستريس للسيجما ان عليها كم؟ 105 النورمال اللي قال كذا فوقها. وقالك ان الشير فورس تعطيها بالفورس ات فيلير كم؟ 300، يعني امكانتنا تدف من هنا لين وصلت 300 نيوتن صار فيه فيلير. المطلوب الاول قد ديتيرمن ذا انجل اوف ميو ديتيرمن ذا انجل اوف فريكشن الفاي داش هذه. المطلوب الثاني ايش قال؟ فايند ذا نورمال ستريس of 108 كيلو نيوتن كل متر مربع. What shear force is required to cause failure؟ جميل جدا، ما عندك مشاكل. نجي الآن نشوف الحل كيف. هذه أنا طلعت المعطيات اللي نبيها، خذيتها صفيتها. جيت الآن ما أنا قاس ساند، معروف إن الساند الكوهيجن له وشو صفر دائما اللي هو C specimen تساوي صفر. طيب أنا عندي اول شيء لازم احول التاو على اساس انها فورس الى تاو على اساس انها بريشر، فبالتالي اقسمها على اريا العينة اللي هي مربع الطبق المربع من فوق. فبالتالي ابى اقول 300 اللي هي على اساس انها فورس على السبيسمن بالمتر حولتها الى متر، اعطاك بنيوتن كل متر مربع، تروح تحولها الى اساس انها كيلو نيوتن كل متر مربع. جميل جدا، طلعت انا تاو اف. يقول the specimen is sand c يساوي صفر. طيب انا عندي معادلة بشكل عام دائما ان التاو فيلير عبارة عن وشو؟ عبارة عن السي اللي هو كوهيجن زائدا السيجما داش في التان فاي داش. طيب جميل جدا، بس ان هنا صفر فبالتالي السي يساوي صفر، فيتبقى لي المعادلة الشكل هذا. جميل، انا شو مطلوب عندي؟ الفاي الانجل فريكشن اول شيء في الاي، فهو عطاني انه عند 105. خلاص هذا معلوم وهذا معلوم، تروح تسوي تجيب التان انفرس عبارة عن التاو فيلير على سيجما داش، اعطاك الانجل فريكشن. مضبوط. البيو شابي قال لك يبغى الفيلير تاو عند كم؟ 180. خلاص جميل جدا، نفس المعادلة صار عندك الحين. وشو الفاي داش؟ معروف اللي هو زاوية الفريكشن والزاوية اللي عند عندها فيلير. قال كذا الخط هذا اي نقطة يمر فيه معناتها فيلير، فبالتالي انا عندي الفاي راح اعوض كل اللي عليه 180 يعطيني التاو فيلير. اعطاك اياها كبرشر، هو يبغاها كفورس، فبالتالي كل اللي عليك تضربها في الاريا يحولك اياها كفورس. هذا هو الحل، اتمنى ان شاء الله انه كان واضح وما كان فيه يعني افكار دسمه او شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.